قمة مصرية فرنسية بين رئيس السيسي وماكرون اليوم في باريس لبحث تعزيز العلاقات ومناقشة قضايا المنطقة. الرئيس السيسي يشارك اليوم في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان. رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان على قطاع غزة. الحديث 10 صباحاً التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز إخبارياتكم من القاهرة، مرحبا بكم. يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات قمة اليوم مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون بقصر الإليزي في باريس، حيث من المقرر أن تتناول القمة سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة والتعاون بين فرنسا ودول القارة الإفريقية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتطورات قضايا منطقة الشرق الأوسط ومن بينها القضية الفلسطينية. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان والذي يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وزعماء نحو 15 دولة إفريقية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير باسم راضي بأن مشاركة الرئيس السيسي تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية. أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. وفي تصريحات حول الأوضاع في فلسطين، قال الرئيس السيسي إن مصر تبذل جهدا وستواصل ذلك مع جميع الأطراف للتحرك سويا من أجل إنهاء الصراع وعودة الهدوء بصفة عاجلة للأراضي الفلسطينية. بصفة عاجلة جدا ومنتهى الوضوح يعود الهدوء وينتهي العنف وينتهي أعمال القتل بالطلاق. الجهود المصرية فيها أمل؟ احنا بنبذل جهود وهنبذل، الأمل دائما موجود. الأمل مع بعضنا كلنا إن احنا نتحرك عشان ننهي هذا الصراع. دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أسبوع. أوضح أنه لا يمكن لإسرائيل الجمع بين الاحتلال والأمن والسلام، مضيفا أنه على العالم تقديم مشروع للحل يستند على الشرعية والقانون الدوليين. سجلت الهند 311,170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في عموم البلاد منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى أكثر من 24,684,000. وفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، فقد تم أيضا تسجيل أكثر من 4,000 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 270,284 حالة. وصلنا لختام هذا الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت وهو extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.